هو مين الأقوى، غرير عسل ولا شيطان تسمانيا؟ في الأول كده الكائنين دول صغيرين في الحجم، والناس ممكن تعتقد إن دي أصلا كائنات أليفة، بس يا عزيزي المشاهد غرير عسل ده أشجع كائن في المملكة الحيوانية، وشيطان تسمانيا ده بيمتلك أقوى عضة فك مقارنة بحجم جسمه الصغير، فما يغركش أبدا إن الكائنات دي حجمها صغير، دول من أقوى الكائنات المفترسة. بس لو فكرنا نقارن ما بين غرير عسل وشيطان تسمانيا بنلاقي إن غرير عسل بيتفوق في الذكاء والسرعة والحجم، اما شيطان التسمانية بيتفوق في قوة الفك والصوت المرعب، وطبعا اغلب الحواس سواء نظر او شم او سمع بيتفوق على غرير العسل في كل الحواس. وطبعا غرير العسل مشهور بالقتالات المجنونة مع الاسود والضباع وحتى التعابين، ده كمان يا عزيزي المشاهد التعابين دي هي اللي بتكيف له دماغه، تقريبا السم بيعلي معاه. فطبيعي نتخيل ان شيطان تسمانيا هيكون منافس سهل جدا لغرير العسل، بس بالعكس المواجهه دي هتكون صعبه جدا، بس علشان غرير العسل كان بيعيش في بيئه اخطر وهو بطبيعته اشرس وحرفيا كل حاجه بياكلها، فك شيطان تسمانيا حتى لو كان قوي مش هيقدر على غرير العسل، فغرير العسل هو اللي هيكون الاقوى. لان يا اصدقائي نظرا ان جلد غرير العسل سميك جدا ده بيحميه من فك شيطان تسمانيا. ايوه جيون مقتنع بكلامك، ده اذا كان عضة الاسد مش بيتحوق في غرير العسل عضة شيطان تسمانيا هتقدر عليه؟ اسمح لي بقى يا عزيزي المشاهد ان اصدمك بالمعلومه دي، اصلا قوه عضة شيطان تسمانيا بتوازي ضعف عضة الاسد، لان عضلات فكه كبيره جدا واسنانه بتنمو باستمرار، فعارفين قوه الفك بتاعته كبيره، ده غير انه بيمتلك صوت مرعب وده اللي بيخلي الناس تطلق عليه اسم شيطان. وطبعا زي ما ذكرنا حواسه بتبقى رائعه، غير انه لما بيحس بخطر بيطلع رائحه كريهه بتخلي المفترسين يهربوا منه. بس ليه بقى بكل المميزات دي غرير العسل بيظل الاقوى؟ لان زي ما قلنا هو اشجع واشرس وكل حاجه بتقابله تبقى في نظره طعام، ده غير انه بيمتلك المخالب الاقوى وفعلا جلده سميك جدا، ده بيحميه من عضه التعابين يا راجل. واكيد ما اقدرش انسى انه اكبر من شيطان تسمانيا، والغريب انه اسرع منه كمان، فانا مش عارف بصراحه مين اللي سمى غرير عسل الاسم ده، ده انت المفروض يبقى اسمك غرير الموت. هو يعني عشان انت بتاكل عسل يبقى نهزقك كده؟ انت بتاكل كل حاجه ومش راح من الغابه كلها جت يعني على العسل؟ سبحان الله. فطبعا علشان تفوق غرير عسل في الحاجات دي كلها اكيد هو اللي هيعتبر الاقوى. بس في حاجه، لو تخيلنا القتال بالليل في الحاله دي شيطان تسمانيا ممكن اللي يقتل غرير عسل لانه نظره قوي جدا في الظلام، بس غالبا غرير عسل لو حس ان في هجوم عليه في الظلام هيهرب لانه مش هيكون شايف كويس، فالاحسن انه يهرب. لكن لو القتال كان بالنهار اتوقع ان لو غرير عسل اتقابل مع شيطان تسمانيا هيفضل يقرب منه علشان يستخدم المخالب بتاعته ويؤذي الشيطان، بس شيطان تسمانيا هيحس بالخوف ويبتدي يخرج الروائح الكريهه، وطبعا هيكشر عن انيابه باصواته المرعبه على امل ان غرير عسل يخاف، بس ولا الريحه ولا الصوت هيعملوا معاه حاجه، لان اصلا غرير عسل بيستخدم استراتيجيه اخراج الرياح الكريهه، فدي حاجه عاديه بالنسبه له، وطبعا شويه الصوت دول مش هيخوفوا غرير عسل ابدا لان ده ما بيخافش. فالغرير انطلق بسرعه ناحيه الشيطان وبدات المدعكه، هوب الغرير يضرب بالمخالب والشيطان يرد بالفك بتاعه، فيروح الغرير ينزل باسنانه والشيطان برضه يرد بالمخالب بتاعته، لحد ما شيطان تسمانيا مات، وده بسبب قوه تحمل غرير عسل الكبيره. وبعد كل اللي قلناه دوت شيطان تسمانيا وغرير عسل عمرهم ما هيتقاتلوا مع بعض لان كل واحد بيعيش في بيئه مختلفه عن التاني، بس طبعا لو تقابلوا في الحقيقه انا ممكن اتوقع السيناريو اللي انا قلته ده. وده كان الجزء الرابع من سلسله مين اقوى، وطبعا فاز غرير العسل، والفيديو اللي جاي هيكون بعنوان مين اقوى، افعى الكوبرا ولا الاناكوندا الخضراء؟ فاتمنى تشتركوا في القناه لو حابين النوع ده من الفيديوهات، ولو المواجهه عجبتكم شجعوني باللايك الجميل. وبس كده بشكركم جدا على المشاهده وسلام.